أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: رجل ورث من أبيه مال، وكان من بين المال مال ربوي في أحد البنوك الربوية، فهل يجوز له أن ينتفع به أو يتخلص منه، وكيف يكون التخلص؟ إن كان قبض الربا، أبوه قبض الربا ومات، والوارث وجد هذا المال الربوي، فيتخلص منه لأن يضعه في مشروع عام. أما إذا كان لم يقبض الربا فإنه يتركه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فيترك الربا عند المرابين يشتعل عليهم نارا ولا يأخذه. أما إن كان قبضه أو قبضه مورثه فإنه يتخلص منه بوضعه في مشاريع تنفع العامة ولا يعود لمثل هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.